في خطوة اعتبرت تحدي لقرار الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان، شارك ما يزيد عن 80 نائبا من حزب النهضة وحلفائها في جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمد ولايته بدعوة من رئيسه راشد الغنوشي، والتي قاطعها عشرات النواب. الغنوشي جدد خلال الجلسة تأكيده على أن ما حدث يوم 25 من يوليو الماضي هو انقلاب على دستور عام 2014. لقد تم يوم 25 جويلية من السنة المنقضية الانقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير، وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والأوامر التي صدرت عن رئاسة الجمهورية. وبالتوازي مع الجلسة الافتراضية للبرلمان، عقدت أحزاب ما يعرف بالتنسيقية الديمقراطية مؤتمرا صحفيا في الذكرى الثامنة لصدور دستور 27 من يوليو، وأعلنت قيادات المعارضة إطلاق حوار وطني شامل يستثني الرئيس سعيد الذي يمثل في نظرهم رمزا للانقلاب على الدستور. نحن نعتقد في الأحزاب الديمقراطية، التنسيقية الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الوطنية المستقلة، بأن تونس في حاجة أكيدة اليوم إلى العودة إلى المسار الدستوري، إلى العودة إلى أعلى شأن القانون وأعلى قانون اللي هو دستور الجمهورية الثانية، وأن نعمل سريعا على غلق قوس الاستثناء ووضع حد لهذه الحالة الاستثنائية اللي من خلالها تم نسف كل المكتسبات الديمقراطية ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية. القوى السياسية والمدنية الداعمة للرئيس سعيد اعتبرت احتفاء المعارضة بذكرى صدور الدستور وعقد جلسة افتراضية لبرلمان مجمد دليلا على رغبتها في إحياء نظام حكم فاسد حسم أمره التونسيون قبل 6 أشهر. هذا الدستور هو نكل بجثة الدولة التونسية، ربما يحتفل راشد الغنوشي بما اقترفه في حق تونس وبالذي ارتكبه والجرم الذي ارتكبه في حق الدولة التونسية، واحتفاله اليوم هو على جثة الدولة التونسية. راشد الغنوشي قانونيا هو في حالة تجميد. الدستور والمنظومة اللي حكمت معناها حتى 25 جويلية 2021 هي الحقيقة عنوان تاع فشل. كل محاولة إلى الاحتفال بدستور أدى إلى فشل هي محاولة بائسة وفاشلة. خطوة تصعيد جديدة من قبل معارضي الرئيس سعيد يقابلها تمسك من قبل رئيس البلاد باستمرار الأحكام الاستثنائية والتأسيس لنظام حكم جديد ينهي وجود منظومة حركة النهضة وحلفائها في المشهد السياسي. إحياء قوى المعارضة للذكرى الثامنة لصدور الدستور وإصرار البرلمان المجمد ولايته على عقد جلسة عامة افتراضية رغم قرار الرئيس قيس سعيد بتعليق نشاطه، يعده مراقبون تصعيدا جديدا في حدة الاشتباك السياسي الدائري بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيها. توفيق عياش، الحرة، تونس. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ترأسه لمجلس الوزراء الخميس إن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور، ولكن لا يجب أن يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادة حسب تعبيره. وليعلم مرة أخرى الجميع أن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور، ولكن لا يجب أن يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب ولسيادته. الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون ويتقلبونه كل يوم. ولنقاش هذا الموضوع انضم إلينا من تونس محمد المناعي، ناشط سياسي وعضو الحملة التفسيرية لمشروع الرئيس قيس سعيد. ومن باريس ينضم إلينا بشر الشاب القيادي بحركة النهضة. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك سيد بشر، يعني جلسة افتراضية للبرلمان المجمد لا يمكن أن تغير الكثير وفق المتابعين، ما الغرض من كل ذلك وما الغرض من حوار الرئيس سعيد ليس طرفا فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بضيوفك الكرام ومشاهدين قناة الحرة. هي جلسة افتراضية واقعية، هي جلسة افتراضية لأنه المكان اللي المفروض يجلس فيه أعضاء مجلس النواب هو مجلس النواب، قبة مجلس النواب ببرد، ولكن
كل العالم يعرف اللي وقع الاستيلاء على البرلمان بالدبابات من طرف قيس سعيد، ولهذا نحن قمنا بجلسة افتراضية عن بعد. الجلسة هذه جلسة مهمة جدا، وأبانت للمنقلب أنه هناك رجال صامتون ومقاومون للانقلاب، وأبدينا أمام كل العالم جاهزيتنا لدعم المسار الذي مشى فيه كل أحرار تونس وكل أحزاب تونس، وهو مسار مقاومة الانقلاب. وكما تشوفوا كانت جلسة ناجحة جدا، وقعت تغطيتها من جميع أنحاء العالم. طيب سأعود إليك سيد الشابي، دعني أسأل سيد مناعي، رغم أنك لم تجبني سيد الشابي عن نقطة الغرض من حوار ليس الرئيس سعيد طرفا فيه، لكن سأعود إليك سيد المناعي. الوقت ليس في صالح مشروع الرئيس سعيد ما دامت الأمور ما تزال معلقة، وهنالك انسداد سياسي وهنالك أزمة في تونس، أليس كذلك؟ أولا دعني أرحب بكم وبضيوفكم وبكل المشاهدين. ثانيا أريد أن أعلن تضامني الكامل مع والي تونس إثر المس بعرضه وعرض زوجته. وإجابة على هذه النقطة، قيس سعيد الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية، برنامجه الوحيد والأوحد هو إصلاح هذه الدولة التي أنهكتها المعارك السياسية والتي دمرتها منظومة حكم في 10 سنوات عجاف قضت على الأخضر واليابس، وانتفض من أجل ذلك الشعب التونسي. قيس سعيد اليوم يعمل على إصلاح ما خربته منظومة 10 سنوات، وكما يقولون هم يعمل أيضا على إصلاح حمل تركه بن علي، لأنهم في كل مرة نتحدث عن إصلاحات يقولون هذا الإرث الذي الثقيل الذي تركه لنا بن علي. ولذا رئيس الجمهورية اليوم لديه إرثين، الإرث الأول هو إرث 10 سنوات العجاف، والإرث الثاني كما يقولون إرث 23 سنة الماضية. هو يمكن أن يخلق الإرث على نفسه بنفسه من خلال التعطيل كما يقول خصومه، تعطيل المؤسسات الدستورية. لا الأمور تحركت في اتجاه نوع من الانفتاح السياسي، والانسداد القائم الآن يخصم من رصيده أكثر مما يخدمه. بالعكس، الرئيس الأستاذ قيس سعيد هو يعمل من أجل إصلاح كثير من الإصلاحات في الدولة، وقد كان واضحا أمام خصومه السياسيين قبل أن يكون واضحا أمام الشعب والعالم. طالبوا بانتخابات وتحديد وقت الانتخابات، وقد حدد لهم وقت الانتخابات، عمل على استشارة رقمية، عمل حدد موعد استفتاء، يعمل على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية، من طيب. بينها من طيب. بينها المجلس الأعلى. دعني أعود إلى سيد ذكره اليوم. إلى سيد شابي. سيد شابي، يعني ما في المقابل، ما الذي تتوقع منه المعارضة؟ ما الذي تريده حركة النهضة على وجه التحديد بكل هذه التحركات التي يراد منها فرض ضغط أكثر على الرئيس سعيد، في حين أنه لديه قاعدة واسعة في الشارع تؤيد قراراته، وتعتقد بأنه أنهى بابا من الفوضى كان مفتوحا على التوانسة ولم يخدمهم في قوت يومهم؟ هو قيس سعيد نجح في شيء واحد، كونه وحد التونسيين ضده. قيس سعيد وحد جميع القوى الوطنية والمعارضة والأحزاب الحاكمة ضد قراراته،
لأنه نجح في كشف نفسه بكذبه على الشعب التونسي، لأنه إلى الآن لم يبين قيس سعيد ماذا يريد بالضبط. هو بين أنه ديكتاتور فقط. وبالنسبة للشعب التونسي أنا كله أنا تحديته، قيس سعيد تحديته، تحديته في العديد من المرات وأتحداه أمام جمهوركم وأمام الشعب التونسي. كان قادر على لم مسيرة تفوت 100 شخص أنا أستقيل من الحياة السياسية. ليس معه أي شخص، معه مجموعة اللي تلحس له طمعا في تولي المناصب، وهذا واضح. سيد شابي جداً. سيد شابي، لعل متابعا لكم يقول أنتم عملية استقلتم من الحياة السياسية، لم يعد هنالك برلمان فاعل، جلسة افتراضية لا تقدم ولا تؤخر، فعلكم السياسي غير قادر على فرض ضغط حقيقي على الرئيس سعيد، فيعني يحصر ما تقومون به الآن في دائرة شعارات لا أكثر. ليست شعارات، هذه حقيقة. نحن كنا لقيس سعيد وهذا واضح، أنه ليس لك الحق في تجميد أعمال البرلمان. الفصل 80 بصورة واضحة وجلية، والشعب التونسي نجم يقرأ الفصل 80. حتى إذا هناك خطر داهم، وليس هناك خطر داهم، الخطر داهم هو يجب أن يبقى مجلس النواب في حالة انعقاد دائم. نحن لم نخسر صفتنا كنواب، ولم نخسر صفتنا كممثلين للشعب التونسي. والشعب اللي يحكي عليه وهو من انتخبنا وانتخبه واللي انتخبوه. طيب. هما طيب أخيرا قبل أن أعود إلى السيد المناعي، أريد أن أسألك أخيرا سيد شابي، بالله أنتم خصوم للرئيس سعيد، كيف تدعون إلى حوار وطني لا يكون طرفا فيه؟ الحوار يجب أن يكون هنالك أطراف متخاصمة فيه من أجل الوصول إلى حل للخروج من الأزمة. حوار هو ليس طرفا فيه، كيف يمكن أن يحل الأزمة؟ لأنه جميع القوى السياسية في تونس اعترفت واجتمعت على كون قيس سعيد هو انقلابي، ولن يكون طرفا في هذا الحوار، لأنه هذا حوار طيب. للقوى الديمقراطية المدنية طيب. السياسية وصلت الفكرة. أسمع تعليقا من سيد مناعي على هذه النقطة. كيف تقرؤون هذه الدعوة إلى حوار وطني يستثنى منه سعيد؟ هل يمكن أن يكون له تأثير؟ شخصيا أولا مع احترامي لجميع المعارضين، لكن أنا أرى هذا الحوار مجرد جلسة مقاهي افتراضية لا أكثر لا أقل. نحن كنشطاء سياسيين، نحن كتنسيقية أحرار قبل كل شيء، نملك العشرات والعشرات من تنسيقيات الافتراضية والتي انبثق عنها العديد من التنسيقيات على أرض الواقع. هل إن اتخذنا قرار بحل وزارة أو بتنحيط رئيس جمهورية أو غيره، هل سيكون قرارنا ناجع؟ بالطبع لا. هذا ما يفعله البرلمان المجمد اليوم، مجرد حديث مقاهي. من حقهم أن ضع جانبا جلسة البرلمان المجمد الآن، يجري الحديث عن حوار سياسي في أقطاب وأحزاب سياسية، والأمر يعني ليس سهلا. ألا يمكن أن يعزل ذلك الرئيس سعيد؟ ألا يمكن أن يسحب البساط من تحته ويضعه في زاوية كما يقال؟ دعنا قبل كل شيء ننير الرأي العام. أنا شخصيا أعلن حزني على ما وصلت له المعارضة التونسية أو ما تسمى بين قوسين النخب التونسية. حتى في حديثهم في وسائل الأعلام يتحدثون عن مصالح ضيقة، وحتى لليوم كنا ننتظر أن يعتذروا عن 10 سنوات العجاف، لم يصل للشعب التونسي أي اعتذار. وأهم من هذا كله، ما كنا ننتظر أن نتحاجج بالفكرة بالفكرة والحجة بالحجة. كنا ننتظر خطط خمسية وعشرية متوسطة المدى وبعيدة المدى لإصلاح هذه الدولة. لم نرى أشياء أو أفكار
يمكن إصلاحتها الدولة، بل رأينا شعارات ونقاشات بيزنطية لا تقدم للدولة شيئا. أرجو من ما تسمى بين قوسين النخب السياسية التي افتك لها قيس سعيد وسائل تمعوشها أن تحاول إصلاح خطها السياسي، وأن تتجه إلى ما يفيد الشعب بعيدا عن هذه الصراعات التوبوية. من تونس محمد المناعي الناشط السياسي وعضو الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد والرئيس قيس سعيد، ومن باريس بشر الشابي القيادي بحركة النهضة، شكرا جزيلا لكما.